السلام عليكم ورحمة الله. حلقة سريعة أيضا. جهاز A107F A10s أندرويد 11 حماية 8 تمام مقبول بحساب جوجل أكاونت FRP. عمل اليوم راح يكون عن طريق دينجل الهايدرا تول واجهة MTK. نفتح واجهة دينجل وننتظر. تمام. حتى اللي عدة دينجل هذا نموذج على أجهزة سامسونج أو معالجات MTK. تمام. ننتظر. هاي واجهة MTK. اختار السامسونج. تمام. منها تختار من البراند تختار سامسونج. هاي سامسونج مو سامسونج كلون. تمام. منها حتختار الموديل حسب الريكفري. اذا اي 107F اذا اي 107F حرف F تختار F واذا M تختار M حسب الريكفري. تمام. من البداية حتاخذ ريد انفو. ريد انفو. او البارتيشنات. تمام. اذا تريد تاخذ ريد انفو تتأكد من الحماية اللي على الجهاز اذا ما شايفه بالريكفري. انا راح اخذ مباشرة البارتيشنات. ما اريد ريد انفو. تمام. مباشرة ححذف حساب الـ FRP. تمام. اختارينا البي ام مباشرة جينا على البارتيشنز. وصل الفوليوم داون والكيبل والجهاز مطفي تماما. تمام. هاي الطريقة طريقة اختيار البي ام ومننا البارتيشنز. مباشرة حنحذف الحساب. ما راح اخذ ريد انفو. تمام. ما راح اخذ ريد انفو. اوكي. ننتظر يكمل قراءة. حتظهر لنا هنا الملفات اللي على الجهاز. شنو الملف اللي نحذفه؟ نحذف فقط ايضا منطقة اسمها. تمام. ظهرت لنا هاي الملفات. هاي الملفات. فقط هذا الملف. هذا الملف. بالبداية ما راح نسوي له ايرز مسح، راح نسوي له ريد. تمام. راح اسوي له ريد حتى خاف الجهاز يصير به خلل. اوكي. خاف الجهاز يصير به خلل. تمام. هنا ريدنج دان. شنو بعدين اللي راح اسوي له؟ ابق الصح عليها وطي ايرز تقريبا مشابهه لعمليه السي ام 2 سابقا. مشابهه لعمليه السي ام 2 سابقا. دنشوف فورمات. تم الحذف. خلاص حذفنا حساب الـ FRP. اسمعوني ان شاء الله مقطع فيديو جديد. مع السلامة.